الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم علاء الدين أجراي الذي ولد سنة 1993. هذا الفنان، هذا اللاعب الجميل، صاحب المهارات الجميلة، صاحب الأهداف القوية. من هو علاء الدين أجراي وما هي أبرز التفاصيل في كواليس فريق المغرب الفاسي التي جمعته به، وما هي طموحات هذا اللاعب؟ كل ذلك سنناقشه في حلقة اليوم مع الأخ نور الدين الطياش في محاورته ومناقشاته لهذا اللاعب، فلا تذهبون بعيدا يا مشاهدين الكرام. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامج شخصية بارزة. هذه المرة غادي نستضيفكم شخصية قوية، شخصية برزت على موسم رائع جدا مع فريق المغرب الرياضي الفاسي، فريق محبوب الجماهير الفاسية، الفريق رقم واحد بمدينة فاس. كنتمنوا دائما دعمونا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نجيبوا لكم شخصيات كبيرة، اللاعبين اللي بغيتوا، يعني نتوما اللي غادي نبقاو نركزوا على الاراء ديالكم حول الشخصيات اللي غادي تجي ان شاء الله البرنامج. ديما دعمونا بلايك شير وسبسكرايب، وما تنساوش تخليونا تعليق باش تخليونا الرغبه ديال الجمهور، الرغبه ديالكم نتوما في جلب اللاعبين والاسماء اللاعبين اللي بغيتو ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يحضروا معنا البرنامج. فشكرا لكل واحد الدعم ديال البرنامج سواء من بعيد او من قريب. فشخصيه اليوم شخصيه كبيره، شخصيه لاعب كره قدم اعطى الكثير، اعطى لفريق المغرب الفاسي هذا الموسم، ادى وادى البلاء الحسن صراحه، كان موسم في المستوى. انه علاء الدين اجراي، مرحبا بك اخي علاء الدين اجراي في برنامج شخصيه بارزه. اول حاجه كنشكر نور الدين طياش على هذا البرنامج هذا، بخصوص هذا الموسم الحمد لله داز الحمد لله بواحد السيناريو اللي متقلب، ولكن في الاخير كانت واحد النتائج ايجابيه وعاوناتنا اللهم لك الحمد. وبخصوص 12 الهدف ديالي كنشكر الله على هذه الفرصه اللي عطاني وهاد الاهداف اللي سجلت. كنتمنى من الله ان شاء الله السنه المقبله نحقق اكثر ونزيد نخدم. الكل كيشهد بالدور البطولة اللي قدم على الدين أجراي في مباراة كانت رائعة، الكل شهد بالمستوى ديالها صراحة. جمهور المغربي عامة تابع مباراة نهضة بركان والمغرب الفاسي في أطوار منافسات كأس العرش الموسم الماضي نعتبروه، كان على الدين أجراي واحد دور كبير في تحقيق المغرب الفاسي الانتصار آنذاك، سجل 4 ديال الأهداف صراحة، مباراة قوية بين قوسين نخليوها مباراة انتقامية في كرة القدم، يعني في إطار رياضي. شنو هو شعور ديالك وانت كتأدي وكتسجل أهداف ضد فريقك السابق نهضة بركان؟ بخصوص المباراة الشهيرة اللي لعبناها في كأس العرش مع فريق نهضة البركانية اللي هو فريقي السابق، دخلنا المقابلة بواحد العزيمة اللي باش نتأهلوا لكارت فينال، داكشي اللي تحلينا الحمد لله، وكنشكر الله اللي وفقني وسجلت 4 د الاهداف. كنتمنى من الله نزيد نحقق بزاف د الحوايج للفريق ديالي ولمالا ان شاء الله في السنه المقبله نتوجب لقب كاس العرش. شنو الفرق اللي مريتي بها منذ بدايه المسيره؟ بخصوص المسيره ديالي كنت في فريق الفتح الرباط الرياضي، تماك كنت في جميع الفئات، من بعد مشيت لفريق اتحاد توارقة بعتاصة الماروكان وداد تمارة نهضة بركان، ودابا الحمد لله في فريق العريق. اخواني معنا مول برتوش المصاوي، اليوم غادي يهضر لنا على علاء الدين اجراي وشنو دار في هذا الموسم وشنو كيتمنى يدير في الموسم القادم. مرحبا بك اخي اسماعيل. الله يحفظك. مرحبا بي عندكم اخ توفيق، مرحبا بالجميع الجماهير المصاويه بمدينه فاس وخارج مدينه فاس وخارج المملكه المغربيه، تحياتي للجميع. وكما قلتي علاء الدين اجراي كي جاني هذا الموسم، علاء الدين اجراي لاعب كبير، لاعب مستوى رائع، قدم مردو طيب مع المغرب الفاسي هذا الموسم هذا. نتمنوا الموسم القادم ان شاء الله يقدموا على الاضافه اللي كبيره، كما كنشوفوا
في الماتشات اللي فاتوا ديال الموسم الماضي، قدم مباراه رائعه لن تنسى امام نهضه البركان، سجل 4 اهداف لن ينساها الجمهور المصاوي ابدا مهما حاوليت. تحياتي لكم، ونتمنوا الاجراي هذا الموسم هذا ياخذ واحد لقب الهداف مع المغرب الفاسي، هذا الشيء اللي نتمناه، ونتمناو المغرب الفاسي الخير. شكرا لاخ توفيق. السلام عليكم جمهورنا الكرام، معنا مشجع النادي المغرب الرياضي الفاسي، الاخ ديالي مصطفين علاء الدين اجراي، معنا على قناه اندي طياش وبرنامج شخصيه بارزه. بغيت نسولك على حساب الموسم اللي فات ديال علاء الدين اجراي، شنو قدم مع المغرب الرياضي الفاسي، شنو الراي ديالك في ديك الموسم، وشنو كتمنى انه يقدم في الموسم القادم ان شاء الله، وخصوصا غيبدا هو من هنا اسبوعين ان شاء الله. السلام عليكم. علاء الدين أجراي قدم لنا موسم رائع، ونتمنى له موسم القادم نتيجة أهداف له جميلة اللي قدمها معنا، ونتمنى له التوفيق وشكرا، وديما صفرة تالحفرة العز لحفرة. السلام عليكم مشجعينا الكرام، معنا مشجع مصاوي ابن مدينة فاس حمزة، خويا مستضفين اللاعب علاء الدين أجراي معنا في برنامج شخصية بارزة، شنو تقدر تقول لنا على هذا اللاعب خصوصا على الأداء ديالو مع المغرب الرياضي الفاسي العام اللي فات، وشنو تقدر تقول لنا تتمنى يقدم في الموسم المقبل إن شاء الله؟ لاعب ما شاء الله عليه، نتمنى له التوفيق إن شاء الله في المسيرة ديالو، لاعب هو كبير ما شاء الله عليه، وكنت نتمنى له ان شاء الله مسيره موفقه هذا العام هذا مع فريق المغرب الرياضي الفاسي. شكرا لك خويا حمزه. السلام عليكم اعزائي الكرام، معنا مشجع مصاوي ابن مدينه فاس، اليوم غادي نسولو على الاداء ديال علاء الدين اجراي في الموسم الماضي، وغادي نسولو على الموسم القادم ان شاء الله. خويا تقدر تقول لنا شنو تقدر تقول لنا كي جاك الاداء ديال علاء الدين اجراي في الموسم اللي داز؟ الاداء ديال علاء الدين اجراي اداء زوين، قدم مباراه للمغرب الفاسي، قدم لهم اداء زوين، وتتمناو له التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالو، ونتمناو التوفيق للمغرب الفاسي ان شاء الله. شنو هو طموح علاء الدين اجراي بالفوز باللقب، وما هو اللقب اللي كيطمح له علاء الدين اجراي؟ الكل كيعرف مهاجم كبير بطموحات كبيره، يعني شنو هو اللقب اللي كيطمح علاء الدين اجراي يفوز به سواء وطنيا او قاريا، ولما لا ان شاء الله نشوفوه في الاحتراف بالتوفيق اخي علاء الدين. تطلع الدين ان شاء الله السنه المقبله هو احراز لقب فرحوا به الجمهور الفاسي اللي كيتسناه، صراحه عندنا واحد الجروب اللي كيعطي بزاف في ارضيه الملعب، عارفين شنو عندهم، والرساله ديالي للجمهور ان شاء الله العام الجاي غادي نديروا كل ما عندنا باش نحققوا واحد النجائز ايجابيه، سيرتو باش نفرحهم بشي لقب الى كتاب ان شاء الله، وما خصهمش يبخلوا عندنا بالتشجيعات ديالهم. اخيرا اخواني وصلنا الى نهايه الحلقه البرنامج، كنتمنى نكونوا ضياف على قلوبكم، ضياف خفاف، نتمنوا تدعمونا بلايك، دائما لايك شير وجيم وكومونتير، خليونا لي كومونتير لتحت وخليونا الاراء والافكار ديالكم، شنو هي الفقرات اللي يمكن نزيدوا لهذا البرنامج، شنو هو اللاعب اللي كتطمحوا تشوفوه داخل هذا البرنامج، فاش علينا بافكار جديده. جزيلا لحضوركم معنا، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نروقوا الاعجاب ديالكم مزيدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نزيدوا نطوروا اكثر فاكثر من هذا البرنامج. الى اللقاء، الى اللقاء.